البداية من الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 7 إسرائيليين في 4 عمليات طعن بمدينة القدس المحتلة والخليل وتل أبيب، بالإضافة إلى جرح 9 جنود في خلال مواجهات في مخيم الشعفاط. ووقعت آخر عملية طعن في مدينة العفولة شمال الضفة الغربية داخل إسرائيل. وأصيب في العملية إسرائيليان، أحدهما جندي في 20 من عمره بجراح وصفت بالمتوسطة، وتم اعتقال المنفذ وهو شاب فلسطيني من الضفة الغربية.